تعالى مثلا كده لو احنا جينا في موضوع السكيدولز، كليك يمين قول لي هات لي نيو سكيدول. انا راجل انشائي فبدور على الانشائي، تمام. فاستراكشر هنا وليكن عاوزين استراكشر، وليكن استراكشر كولومز، تمام. فيجي هنا يقول لك انت عاوز تعمل هنا بالفيز ولا انت عاوز تعمل بالايه، ها، تمام. فلو انا سبتها، لو انا جبت استراكشر كده وقلت له اعمل لي اوكي وهات لي مثلا هنا بالكومنت، وعاوز او كومنت، لا مش محتاجة، انا عاوز هنا الفوليوم، خلينا ماشي. التوب ليفل، وخلي التوب ليفل فوق مثلا، وعاوزين هنا وليكن البيز ليفل. فانا عندي البيز ليفل والتوب ليفل والايه والفوليوم، وابدا اقول له اعمل لي اوكي. فجاب لك هنا ادي الاعمده ده. لو انا جيت قلت له اعمل لي هنا مثلا فلتر ب البيز ليفل مثلا، او خلاص خلينا نلغي الفلتر خالص. هنا سورتنج شيل منه ايتمايز افري انستنس، ونعمل هنا التوتال، تمام، والكاونت والكلام ده، واقول له اوكي. جاب لك هنا ان انا عندي هنا 20 عمود، تمام. 20 عمود اللي هو احنا عندنا اربع، او عندي اسف، المفروض دول اربع مباني، والمبنى ده اتنين فوق واحد، اتنين فوق بعض. فانا عندي كل واحده فيها اربعه، يبقى كده كام؟ خمسه في اربعه ب20، اللي هم الاعمده او عدد الايه، عدد التوتالز الاعمده اللي موجود عندك ده. لو انا جيت هنا مثلا من فورماتنج وقلت له هات لي هنا لو سمحت فورماتنج الفوليوم، وقلت له اعمل لي كالكوليت التوتالز، وقلت له اوكي، فقال لك قال التوتال فوليوم عندك اهو 10.8 من 100، اللي هو متر ايه، متر مكعب، تمام. العشرة وتمانية من مية ده عبارة عن الفوليوم بتاع العمود الواحد في عدد الأعمدة. طيب لو أنا جيت مثلا عاوز أشوف الفوليوم بتاع العمود الواحد مثلا، هرجع أقول له هنا لو جيت هنا من السورتنج أند جروبنج، لو قلت له أيتمايز إيفري إنستنس، هتلاقي 5 من 10. بس أنت لو ضربت 5 من 10 في الـ20 اللي هو عدد الأعمدة، مش هيديك الرقم فيه 8 من 100 هنا زيادة. الحقيقة هما مش زيادة، خلينا نتعلم برضو حاجة جديدة بالمرة. لأ، أنت ممكن لما تيجي تزود عدد الديسيمالز هنا في الفوليوم، في خانة الفوليوم، هتلاقي إنها 0.504. تعال نشوف كده. لو أنا جيت هنا من فورماتنج قلت له هات لي هنا في الفوليوم الفيلد فورمات، هتلاقي هنا إيه اليوزر 2 ديسيمالز. أقول له لأ، شيل اليوزر كده، هات لي بس كده 3 ديسيمالز، وابتدي أقول له أوكي، ثم اوكي، فبدأت 0.504. لو انت جيت تحسب كده بالكالكوليتور اللي هو 0.504، ورحت ضربه في عدد الاعمدة التوتال اللي قالها لك هنا اللي هو 20، راح مدي لك اللي هو 10.8. يبقى انت كده اتأكدت من الاعمدة بتاعتك، التوتال بتاعها مظبوط والفوليوم بتاعها مظبوط، تمام كده. طيب يا باشمهندس، احنا كده لسه معرفناش برضو الفيزز في ايه. تعالى مثلا نسمي الجدول ده توتال، ده كولوم توتال، ماشي كده. طيب نروح بقى نعمل ادي جدول جديد اهو، جدول جديد. فاكرين بقى كلمة الفيزز اللي احنا كنا عاملينها من الاول؟ هنعمل دلوقتي، اقول له لا والله بس انا عاوز الاعمدة اللي موجودة في فيز 1 كده. فيز 1 انا هحصر فيز 1 بس، فيز 1، وهقول له والله ده انا عاوز الجدول ده لي structural columns، واقول له اوكي، تمام. ف structural columns دي برضو هعمل نفس الموضوع، هقول له هات لي هنا البيز ليفل، هات لي يا عم التوب ليفل، وهات لي الفوليوم.
تمام كده، ثم اقول له اوكي. ادي هنا الفوليوم، بص جاب لك ايه بقى، 1 2 3 4، 4 أعمدة بس. ليه يا باشمهندس؟ برضو خد بالك الفورماتنج هنا نفس الفكرة اهو. فقبل ما نكمل ادي هنا ده الفورمات عشان برضو المهندسين ما يتلخبطوش، قلنا له هات لي 3 ديسيمل، ثم اوكي ثم اوكي، جاب لك كده تمام. فهنا جاب لك 1 2 3 4 أعمدة بس. ليه؟ ليه 4 أعمدة يا باشمهندس؟ لانه هو الموجود في فيز 1 هو 4 أعمدة بس. لو انت جيت بقى هنا في السورتنج قلت له هات لي هنا الجراوند، هات لي هنا الجراند توتالز، وجينا في الفورماتنج قلت له فوليوم، وقول له لو سمحت كالكوليت التوتالز ثم اوكي تمام كده. فقال لك اصبح فيز 1 عندي 4 أعمدة بس، والفوليوم بتاعهم بالشكل ده. طيب يبقى ده ممكن نسميه ده فيز 1. تعالى كده نعمل نيو سكيدول، خلينا نقول برضو بس ده بقى فيز 2 ستراكشر كولومز اوكي. ونيجي نعمل البيز ليفل توب ليفل ونعمل فوليوم تمام كده، واقول له اوكي. قال لك ان انت هنا عندك 8، برضو نعمل نفس الفكرة في الفورماتنج، اد الفوليوم. خلاص احنا عرفنا بقى 3 ديسيمالز. قول له كالكوليت التوتال، وفي السورتنج تقول له هات لي الجراند. شوف كده يا باشمهندس، هتبص تلاقي ايه بقى اللي حصل، تلاقيه جمع لك اللي هو ال 12. 12 دول اللي هم مين؟ لو انت رحت الليفل 2 كده، المفروض ان انا عندي في فيز 2 4 أعمدة هنا تمام. خلينا بس ممكن نعمل هيدن كده، شوف الأعمدة 4 أعمدة و4 أعمدة، يعني 8 أعمدة بس. فروح هو، لا هو راح جمع لك عليهم فيز 1 كمان، هو اعتمد على ان انت في الفيزز هنا عمل فيز 1 وبعد كده عملت فيز 2 وبعد كده عملت فيز 3. ففي حالة فيز 2 انت جبت فيز 1 خلصته ودخلت على او دخلت على فيز 2 تمام. فيز 1 خلصته ودخلت على فيز 2، فلما تيجي كده في الاستراكشر تلاقي 12. طب افرض بقى، ده بقى من ميزات، افرض ان انا مثلا هدمت فيز 1، لو انا رحت كده مثلا في ال 3 دي وليكن قلت له تعالى هنا لو سمحت اظهر لي في الفيزز، اظهر لي فيز 1 بس مثلا، ورحت جاي سيلكت على فيز 1 كده قلت له والله ده هو ده الديمولش، ده الديمولش ده فيز 1، خلاص انا عملت انهيار لفيز 1. لو رحت للسكيدول لقيته 8، اللي هو ايه، راح شايل فيز 1 من الاعتبار واشتغل معاك في فيز 2، اشتغل معاك في فيز 2 تمام. ففيز 2 بس بقى اللي هو الثمان اعمده. طب افرض بقى اهو لو انا رحت في 3 دي تاني علمت على معلش نعمل كنترول زد عشان الموضوع البين ده اهو، علمت عليه وقلت له لا والله ده انا فيز 1 ده لسه موجود معايا، انا ما فيش حاجه عملت ديمولوش. تبص روح على الاستراكشر تلاقي هنا 12، وهكذا تعمل بقى سكيدول. ده اهو ده سميناه ده فيز 2 تمام كده. طيب برضو في حاجه اهو، خلاص قلت له هنا انا كنت هنا قايله في 3 دي يظهر لي فيز 1، هقول له لا لو سمحت انا ايه، انا عاوز كل الكونستراكشن. طيب افرض ان انا حبيت مثلا اعمل دومليش او ان انا اعمل انهيار زي ما بيقولوا كده لمين، لفيز 1 مثلا، او ان انا المبنى ده هلغي الجزئية دي. لو انا جيت علمت على ده كده، خلينا نعلم كله سواء الفلتر صعب شوية تمام. الجزئية دي مثلا انا هحطها في فيز جديدة، والفيز الجديدة دي هعملها ديموليش. لو انا جيت من مانج ادي هنا مثلا فيزز قلت له هات لي
افطر. ده فيز 4 اهو، قلت له اعمل لي ابلاي اوكي، سيلكت بريفيوس، ده مش هعمله فيز 2، ده هعمله فيز 4. وهعمل في الفيز 4 ده هقول له لا، ده الفيز 4 ده انا هعمل له ايه، هعمل له ديمولش مثلا، فجيت هنا وليكن في ليفل 2، عايزين بس نتأكد فين فيز 4. اه ده فيز 4 خلاص ماشي. ديموليش، ورحت انا جاي عامل سيليكشن على دول، طبعا هشيل منه التكست تمام، واكتب ده هنا الديموليش، الديموليش فيز هو فيز 4 ماشي كده. فهنا اختفى من عندك ليه؟ لان هو خلاص خلاص هو بالنسبه له بقى ديموليش. طيب لو رحت بقى لليفل 2 برضو مش موجود. طب لو انت ممكن تظهر وبقى عاوز تظهر ان هو كان موجود هنا وان هو ديمولشت هنا في الفيزز نيو كونستراكشن، قول له لا بعد اذنك انا عاوز اشوف كده فيز 4، فبدا يظهر لك انه فيز 4 كانت هنا وللاسف ايه عمل لها ديمولشن تمام. لو رحت في 3 دي لو نيو كونستراكشن طبعا برضو مش هتشوفها، عاوز تشوف فيز 4 فتبدأ تقول له والله اظهر لي فيز 4 بالشكل ده، تلاقي عادي هنا فيز 4 ظاهرة باللون اللي هو متحدد عليها كده بالأزرق إنها دوملش دي باشمهندسين وأصبحت مش موجودة. يعني أنا كأني مثلا عاوز أقول له إن أنا هديت البلاطة والأعمدة فأصبح اللي موجود منها بس، أصبح اللي موجود دلوقتي اللي هو حاجة بالمنظر ده اللي هو يا دوبك شوية أعمدة، ممكن تبقى لو في الحقيقة يبقى في طالع منها مثلا رابط عمود ولا حاجة وبس كده، والباقي اتعمل له هد. ده كده ببساطة فكرة الفيزيس واستخدامها. والمرة اللي جاية بقى هاجي اقول لحضرتك لما احنا جينا نعمل سكيدولز وبدأنا نستخدم فيها الفيزيس، بدأت تجمع الفيزيس اللي فاتت مع الفيزيس الجديدة اللي انا موجود فيها. الفيديو الجاي هنتكلم ازاي تقدر بقى انت تتغلب على المشكلة دي، لو انا عاوز احصر كل فيز لوحدها مش احصر مثلا الفيزز على بعضها، ان انا اجمع فيز 1 زائد فيز 2 ويديني هو ده الحصر بتاعي. اتمنى يكون الفيديو ده مفيد ليكم وتقدروا تتابعونا ان شاء الله على صفحتنا على فيسبوك راجح انجينيرينج اكاديمي، او على موقعنا راجح اكاديمي في كل الكورسات اللي احنا بنقدمها، وعلى قناتي على اليوتيوب. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.